لم يكن هناك طلب واضح بانسحاب القوات الأمريكية. وتصريحه لا يشير إلى ذلك أبدا. يعني لا طلب عراقي بانسحاب قصدك؟ لا يشير إلى ذلك أبدا. لأنه يقول بأننا سوف نبني شراكة أمنية دائما بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف. هذا لا يشير بأن الولايات المتحدة سوف تنسحب كليا، ولكن تفسيري لما حصل اليوم قد يكون هناك تقليص في عدد القوات الأمريكية، وقد يكون هناك تثبيت بأن هذه القوات ليست قتالية أبدا، وإنما هي قوات لإعطاء الاستشارات ولمساعدة الجيش العراقي على في مسائل الاستخبارية، وكذلك تدريب الجيش العراقي.